صباح الخير على حضراتكم. انا خالد عمار، محرر في جريده الوطن. امبارح الهيئه العامه للارصاد الجويه حذرت من تقلبات وتغيرات جديده في حاله الطقس في مختلف المحافظات على غرار ما شهادته خلال اليومين الماضيين من تساقط امطار متوسطه وتغير كبير وتقلب في حركه الرياح خاصه في المدن الساحليه. بالتزامن مع بيان الهيئه العامه للارصاد كان في استعدادات من قبل الحكومه لاستقبال هذه الامطار وهذه التقلبات لمنع وقوع اي خسائر او اضرار على المواطنين. ابرز هذه الاستعدادات ما اعلنت عنه اليوم الهيئه العامه للمرور التابعه لوزاره الداخليه، واللي كشفت فيه في البدايه عن الحركه المروريه على المحاور الرئيسيه في محافظه القاهره والجيزه. كانت بدايه هذه المحاور للمتجه من او الطرق الرئيسيه من المتجهين من اكتوبر الى وسط القاهره، والمتجهين من المهندسين الى اكتوبر، واللي شهد سيوله مروريه شديده. كمان قالت الهيئه ان الطرق او المحاور الرئيسيه من المنيب الى المعادي شهد سيوله مروريه كبيره، وكذلك الطرق الى التجمع وزهراء البساتين وزهراء المعادي. كمان قالت الهيئه ان محور صفت اللبن هو احد المحاور الرئيسيه شهد سيوله مروريه كبيره، بدايه من المحور الى المتجهين الى شارع السودان وشارع الهرم وشارع فيصل اني، شهدوا حاله او سيوله مروريه شديده. قالت الهيئه الاداره اليوم ان هي وضعت خطه لتقبل هذه التغيرات الجويه عن طريق انتشار عدد من افراد المرور بكثافه في جميع الطرق والمحاور الرئيسيه لتسهيل حركه السيارات ومنع تكدس السيارات او منع الازدحام المروري. كمان دفعت الهيئه بعدد كبير من سيارات الدفع الرباعي والاوناش وسيارات الانقاذ على عدد من المحاور والطرق الرئيسيه بالمحافظتين لمنع وقوع او انتشال او التدخل السريع اذا حدث اي طارئ او سقطت امطار شديده. كمان قالت الهيئه ان هي شكلت غرفه عمليات لتلقي شكاوى المواطنين وحاطت رقم واتساب لاستقبال الشكاوى عليه للتدخل بشكل فوري وسريع اذا تساقطت الامطار او حدث تكدس مروري في طريق من الطرق الرئيسيه. ده كان كل ما ظهر اليوم في بيان الاداره العامه للمرور. كمان اختتمت الاداره البيان بمطالبه المواطنين السائقين بالتعامل بحذر والقياده بحذر في ظل هذه الاجواء المتقلبه. ده كان حركه المروريه في المحافظتين القاهره والجيزه خلال الساعات الاولى من صباح اليوم، بالاضافه الى استعدادات الهيئه او الاداره العامه للمرور التابعه لوزاره الداخليه لاستقبال هذه الموجه من التغيرات الجديده. دي كانت كل التفاصيل اللي لدينا حتى الان. نوعد حضراتكم لو في اي تفاصيل جديده خلال الساعات المقبله او على مدار اليوم هنوفي بها حضراتكم. كان معكم خالد عمار، محرر بجريده الوطن. شكرا.